أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: ما حكم اتخاذ ساعة من الذهب وقلم من الذهب للنساء خاصة؟ لا يجوز للنساء اتخاذ القلم من الذهب ولا الساعة ولا لا الساعة يجوز تلبس ساعة في الذهب، إن هذا حلي لا أن تتحلى بالذهب ساعة وغيرها، أما القلم فلا يجوز لأنه يعني مثل الأواني، الأواني لا تحل لا للرجال ولا للنساء من الذهب، وكذلك الأقلام كذلك غيرها من الأدوات الملاعب لا تحل من الذهب لا للرجال ولا للنساء. أما الساعة من الذهب أو المموهة بالذهب تجوز للمرأة لأنها من الحلي